بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنتكلم فيه عن تحليل جديد للذهب. ونحن الآن بدأنا بيوم 26/9/2023 الثلاثاء. سعر الذهب حاليا $1,915.69. كما تشاهدون، التحليل الجديد يقتضي الهبوط. كيف يقتضي الهبوط؟ الاختراق 1915 تم، الشرط الأساسي. الشرط الثاني القوي، وهو شمعة ابتلاعية هابطة قوية جدا. هذه هي الشمعة، هذه شمعة ابتلاعية أتت بعد صعود شمعتين، هذا H4، صعود لشمعتين ضعيف، شموع ضعيفة بالصعود شمعتين، لم يصل إلى اختراق 1928، هبط بقوة بشمعة ابتلاعية، وهذا يؤكد الهبوط. أي الهدف القادم؟ الهدف القادم 1909، الهدف التالي بعد 1909 1903، وبعد ذلك 1899، وبعد ذلك 1888، حد تاريخي بعدها يستوجب التحليل الجديد. إذن هذه الشمعة الابتلاعية الهابطة تعني ب90% هبوط للذهب، والله تعالى أعلم. هذا طبعا شارت شموع اليابانية على شركة XTB، شركة ميتا تريدر. شركة XTB تعطي معلومات دقيقة، شركة أثناء الصفقات والتسعير حتى وقت الأخبار يعني سبريدها معقول وما في أي تلاعب بالصفقات. السحب والإيداع سهل، شركة مرخص رسميا من سلطة دبي المالية مع ترخيص المركز العربي للرقابة على شركات التداول الإلكتروني وترخيص الرسمي للحكومة البريطانية الإسماني التركي البولندي، تقدم أفضل المزايا والخدمات مع حسابات تجريبية وإسلامية ومصغرة وعادية مع رافع مالي مجانية حلاشة على الفصل إلى 1-500. ننصح بهذه الشركة. رابط تسجيل مباشر لفتح حساب تداول في شركة XTB بدون أي وساطات وعمولات موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اضغط على الرابط تسجيل حسابك، بعد ذلك تواصل معك الشركة لإكمال التسجيل والتفعيل. ولمن يريد الحصول على التوصيات المميزة العامة المجانية، روابط موجودة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف على تليجرام وواتس أب، تستطيع الانتساب لها مجانا. وكذلك يوجد توصيات خاصة VIP للعملاء الذين يسجلون حسابات في شركة XTB عن طريق هذا الرابط، أو يحولون حسابات عن طريق وكالتنا، أو اللي ما عندهم شركة XTB بتواصلوا معنا حتى نعطيهم طريقة الحصول على هذه التوصيات. أحبتي، نتمنى لكم التوفيق جميعا. طبعا هذه التوصيات والجروب التوصيات لا علاقة له بأي شركة، لا XTB ولا غيرها. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.